بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبناء الأعزاء. فالحصة الجديدة تتعلقنا طبعا بامتحان نموذج امتحان القسم السادس ابتدائي موحد. إذا إن شاء الله على بركة الله عندنا هنا ضع وانجز، عندنا نقطة هنا نقوم بعملية الزائد ثم نطرح منها ناقص 0.96. نحطوا هذا العدد 8425.04، لاحظوا 8425.04 الفاصلة هنا، نجدوها 345.6 الفاصلة، نحطوها تحت الفاصلة. نعم هاي هي فاصلة ستة، هنا نحطو خمسة الوحدات، أربعة ثلاثة ونديرو صفر. أربعة زائد صفر أربعة، صفر زائد ستة ستة، خمسة زائد خمسة عشرة، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. اثنان وواحد ثلاثة، ثلاثة وأربعة سبعة، أربعة زائد ثلاثة سبعة، ثم نحطو هاد ثمانية. نقوم بطرح شحال نقص منها، ناقص صفر، نحط الوحدة صفر فاصلة ستة وتسعين. مزيان. إذا ربعة ناقص ستة ميمكنش ناخدو عشرة، ربعتاش ناقص ستة تمانية، رجعوا لهنا ولات هنا عشرة. ستة ناقص عشرة ميمكنش ناخدو واحد، ستاش ناقص عشرة ستة، هاد الواحد نرجعو هنا قلنا واحد. صفر ناقص نحط الفاصلة، صفر ناقص واحد ميمكنش ناخدو واحد هنا، عشرة ناقص واحد تسعة، ونزلو هاد واحد هنا، سبعة ناقص واحد ستة، دونك هنا سبعة، وهنا ثمانية. إذا خرجتنا 8763.160. بالنسبة للثانية عندنا قسمة، عندنا جوج نقاط، إذا غنديرو ثلاثة خمسة طبعا أربعة، 354 تقسيم 23.6، عندنا فاصلة ستة، إذا نحيدو الفاصلة ونزيدو زيرو هنايا. شحال من رقم هنا؟ واحد جوج ثلاثة، هنا واحد جوج ثلاثة، عندنا ثلاث أرقام مع ثلاث أرقام. نعم، 3354 تقسيم 200 هذا عطينا واحد، واحد في ستة ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في اثنان اثنان، اللي هو عملية الناقص. ستة من أربعة ميمكنش نحيدو من ستة، نسلفو واحد، 14 ناقص ستة ثمانية، نزلو الواحد لهنا، خمسة ناقص أربعة واحد، وثلاثة ناقص اثنان واحد. لاحظوا الباقي كيكون دائما أصغر مقسوم عليه، نزلو الزيرو. إذا هنا عندنا 1180 تقسيم هذا، نديرو هنا خمسة، لأن 11 شحال فيها من جوج؟ خمسة، خمسة في ستة ثلاثين، نعم. خمسة في ثلاثة 15، في ثلاثة 18، خمسة في عشرة واحد 11. إذا خرجت العملية بسيطة جدا، هاي صفر ناقص صفر صفر، ثمانية ناقص ثمانية صفر، واحد ناقص واحد صفر، وواحد ناقص صفر صفر. دابا غنمشيو للعملية الأخيرة ديال الضرب. عندنا هنا من الأحسن نحطو هاد العدد هو هنا الفوق، غنديرو 62.97، نضربوها في 458. 458 نعم، غنديرو هنا 8 في 7 56. مزيان، 8 في 72 و 5 77، 8 في 2 16، 16 و 7 16 و 7 23. مزيان، 8 في 6 48 50، نديرو النقطة هنا حتى نمشيو للعشرات. خمسة في سبعة خمسة وثلاثين، خمسة في تسعة خمسة وأربعين، وثلاثة ثمانية وأربعين، نعم ثمانية وأربعين، خمسة في جوج عشرة، وأربعة أربعتاش، وخمسة في ستة ثلاثين، واحد واحد وثلاثين. عندي نقطة أخرى هنا، أربعة في سبعة دابا أربعة في أربعة، نعم أربعة في سبعة 28، ربعة في ستة وثلاثين وجوج 38، نعم، وربعة في جوج 8 و3 11، وربعة في ستة 24 وواحد 25. خا خرجنا هنايا عندنا، المهم نكمل العملية. ستة زائد هنا ستة، هنا سبعة زائد خمسة 12، احتفظوا بواحد، ثلاثة وواحد ربعة، ربعة وثمانية 12 و8 20، احتفظوا باثنان، جوج زائد ربعة ستة، ستة زائد ثمانية 14، خمسة وواحد ستة سبعة ثمانية، هنا ثمانية، هنا اثنان. نمشيو للفاصلة، واحد اثنان، إذا واحد اثنان خرجتنا النتيجة 28840.26. ودي عملية الحصة خصكم ضروري تكونوا ضابطينهم.
نعم هنا قالوا لنا احسب ما يلي مع اختزال النتيجه. اذا شوفوا اللي بين قوسين شحال عندنا المقام؟ اربعه. شحال عندنا؟ نكتبوها بلا، واحد على اربعه. نعم اعتذر، هذه عندنا اثنان، فاش غنضربوها باش تولي اربعه؟ غنضربوها في اثنان تولي لنا اربعه، ودي غنضربوها في اثنان. حنا وحدنا المقام، هذه لاحظوا عندها اربعه، شحال عندها؟ اثنان. اذا اثنان فاش غنضربوها تولي اربعه؟ غنضربوها في اثنان، تالي غنضربوها في اثنان. هنا عندنا القسمه، عندنا خمسه على اربعه مضروبه في المقلوب ديالو سته على خمسه. نعم واحد زائد اربعه عطينا سبعه على اربعه، وهنا تمشي خمسه مع خمسه عتقالنا سته على اربعه، لانها السبعه. اربعه في سبعه شحال؟ 42. واربعه في اربعه سته، سبعه في سته 42، واربعه في اربعه 16. اذا هنا ممكن نختزلو باثنان، نقسمو هذا على اثنان ونقسمو تاني هذا على اثنان، النتيجه. نعم نشوفو هذه المساله. عندنا هنا تبلغ كتلة قطع معدنية 48 كيلوغرام، إذا علمت أن الكتلة الحجمية للمعدنية 4.8 كيلوغرام ديسيمتر مكعب، احسب الحجم. إذا عندنا الكتلة وعندنا الكتلة الحجمية، ممكن نستعمل هنا الوسخ. لاحظوا الكتلة الحجمية اللي هي رو، الكتلة الحجمية كتساوي الكتلة على الحجم. الكتلة الحجمية دي الكتلة الحجمية، الكتلة الحجمية كتساوي الكتلة على الحجم. ولو بغينا نقلبوا على الحجم اللي هو في، كيساوي لنا الكتله هي ام على الكتله الحجميه، كيساوي لنا الحجم كيساوي لنا الكتله على الكتله الحجميه. هنا هنا بغينا نقلبوا على في، غنديروا الكتله اللي هي 448 كيلو قسموها على الكتله الحجميه اللي هي 4.8، حيدوا الفاصل نديروا تجينا هنا 10 ديسيمتر مكعب، ما تنساوش الوحده 10. اذا كنزيدوا الكتله على الكتله الحجميه. ننتقلوا للسؤال الموالي. نعم ها هو، اعتذر، السؤال الموالي يقول لنا هنا قالوا لنا هنا باستعمال المسطره والبركار انشئ منصف الزاويه ا او بي. منصف ديال الزاويه ناخذ البركار باش نقادو الصفحه مزيان باش ما تبقاش تميل لينا. منصف الزاويه كنشدو من او من الراس ديال الزاويه بحال هكا، ها من الراس، وتنعلمو هنا، تنديرو خط هنا، تنعلمو هنا، واضحة. ثم كنجدو هاد التعليمة اللي علمنا، تنديرو هنايا واحد القوس، ثم كنجيو لهادي هاهي، كنديرو تاني قوس. إذا وكناخدو المسطرة، وكنرسمو المنصف، نعم، تقريبا وصافي. المهم حنا عاودناكم الطريقة، ها المنصف. إذا ها هو المنصف الزاوية، يعني كيقسم الزاوية إلى زاويتين متقايستين. نمر إلى التمرين الموالي. أنشئ متوازي الأضلاع أ بي سي دي بحيث بي سي تساوي جوج و أ بي تساوي خمسة. رسموا أ بي خمسة هي الأولى، ها هي رسموا هنا خمسة، نحلو هنا هنا خمسة، ناخدو هادي حسن، ها ديرو خمسة، ها صفر تا الخمسة تا لهنا. إذا نرسمو بدقة هنا بي، نعم ندير هنا وندير هنا بي بحال بحال، ونرسمو الزاوية فيها 60 درجة بي سي. إذا بحال هكا نحطو المنقالة بدقة، نعم نجيبوها نيشان بحال هكا. إذا شحال عندنا 60 درجة؟ ها صفر 10 ها 60. إذا غنرسمو واحد الخط هنا، ولكن غناخدو فيه غير جوج سنتيمتر، ها نمشيو لهنا غناخدو غير جوج سنتيمتر. إذا خصنا ناخدو غير جوج، هادي هي جوج، ها من جوج لزيرو. هنا سي، ها أ بي سي، ها أ بي سي، دابا متوازي الأضلاع، بمعنى غنشدو هاد هذا هو، نعم، وغنعلموها بحال هكا، ها وغنجيبوها لهنا مع أخد طبعا، لا راه تزعزع ليا أعتذر. إذا غنشدو بحال هكا، ها ونعلمو هنايا، ثم غنشد ال أبي هذا هو، نعم نعم
وغنمشي للسي وغنعلم. اذا لاحظ تقريبا راه كيتقاطعوا هنايا، وهنا غنشد المسطرة طبعا وهنا غنلاقي باش نحدد النقطة. التهدير مهم، راه حيت عندي مساحة ضيقة فاش نكتب الرسم. ثم غنلاقيو هذه هي، اهم حاجة هي الخطوات شنو كنديرو. اذا هنا سي تقريبا اهم حاجة كنرسمو مسافة ا بي، ورسمو الزاوية بي فيها 60 درجة هذه الثانية، من مورا نرسمو هاد الضلع فيه 2 سنتيمتر، وهذا كنسعى نبركها بحال هكا تنعلمو هنا ثم هادي تنعلمو، بالتالي كنكونو قد رسمنا. بالنسبة للتمرين هنا في هذه الصفحة قال لك انشئ مماثل هذا، لاحظوا ما خطأوه هنايا ما جابوش العبارة هنا نيشان، اذا حتى هذا الخطأ ما جاش هنايا نيشان، وبالتالي شحال انا بعيدة، بعيدة بواحد، ندير هنا واحد، شحال بعيدة هذه؟ بواحد جوج، واحد جوج، هذه السي هنا، هذه بشحال بعيدة على هذا المحور؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، بغيتي نعاودو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، النقطة بشحال بعيدة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، بشحال بعيدة؟ ياو كنلاقيو هادو هما المسطرة، تما استعمل المسطرة، حيت أنا عندي مساحة ضيقة ما كان عندي كندير نحط مسطرة. إذا لاحظوا هنا بعيد بواحد، اذا خصو يجي هنا بحال هكا تقريبا، هنا هنا ا فتحه، هنا بي فتحه، هنا سي فتحه، وهنا دي فتحه. غير هنا الخطا ديالهم انا كاين خطا طبيعي، انا خصي هذا المحور الثامن خصو يجي هنايا، عليها تقريبا الرسم جا داير حتى هذه بعيده عيب مربع، ماشي بمربع وزياده، اذا بالتالي هما راه عاطين العبار ماشي دقيق. نمر الى السؤال الموالي. نعم السؤال الموالي تيقول لنا نقراو التمرين. قطعة أرضية على شكل شبه منحرف، قاعدتها هي 800، قاعدة الصغرى نصف قاعدة الكبرى، نعم، وقاعدة الكبرى نصف ارتفاعه، شحال ارتفاع؟ احسب بالهكتار مساحة القطعة الأرضية. أول حاجة الهكتار، واخا شحال عندنا هنا 800 متر، شحال عندنا القاعدة الكبرى النص ديال هذا؟ إذا القاعدة الكبرى قلبوا عليه الأولى، القاعدة الكبرى هي 800 نقسمو على جوج نص ديالها 400 متر، والقاعدة الصغرى هي نص القاعدة الكبرى يعني 400 تقسيم جوج هي 200. وعندنا الارتفاع راه معروف، الارتفاع هو قلنا 800، الارتفاع نسميو اشياك هو 800 متر. لاحظوا معايا مزيان، بغينا نخرجوها بالهكتار نحولوا كل شيء الديكامتر، ها الهكتومتر باردون، او الهكتومتر جيد. اذا عندنا 800 متر هي 8 هكتومتر، الى رجعنا للجدول، وعندنا 400 متر هي 4 هكتومتر، وعندنا 200 متر هي 2 هكتومتر. اذا المساحة هي اس كتساوي لنا ديال ميل على شكل منحرف، القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى، القاعدة الصغرى شحال عندنا؟ جوج زائد القاعدة الكبرى 4 مضروبة في الارتفاع، شحال عندنا ارتفاع؟ 8 على 2. إذا بعد الحساب هي 4 في 6، 24 هكتار، 24 هكتار. كاين الطريق كاين مجموعة الدور، حنا حاولنا نحاولو كلشي الهكتومتر، لأن الهكتومتر هو اللي عنده الواحد فيه عنده الهكتار. غنمشيو دابا للتحويل. نعم التحويل ها هو عندنا، هنا طلبوا منا نحولو من السنتيمتر، عندنا السنتيمتر والمليمتر، نعم نحطو جدول، نديرو هنايا هنا مثلا المتر، هنا الديسيمتر، كتبان لكم هنا السنتيمتر وهنا المليمتر. اذا 500 سنتيمتر ناخذ واحد نحطوه في سنتيمتر، هاي 1000 مليمتر نحطو الواحد اللي هو زيرو في المليمتر، ثم 2 متر هنا ونحسبو زيرو زيرو زيرو، هنا 8 فين نحولو للديسيمتر يعني 80، 80 ديسيمتر. دابا الان غنمشيو ديال الجرام والهكتوغرام، هذا اذا عندنا غير عمدو بالديكاغرام والجرام والديسيغرام،
على نحتاجه بسنتيغرام والميليغرام. شحال عندنا هنا؟ 4.1. ها 4 في الوحدات فاصلة واحد. هنا 50 ديسيغرام، هاد ديسيغرام نحطو الوحدات، ثم هنا 3 غرام ونجمعو صفر. 5 زائد 1 6 9 4 في هاد الحولة، ديسيغرام هاد ديسيغرام، إذا عندنا راه الفاصلة 490. ثم ننتقلو دابا، ننتقلو طبعا لهاد التحويل هذا الآخر ونديرو هنايا، نديرو وسخنا. نعم قالوا لنا سيدي من الديكامتر مربع، مربع اذا نديرو ديكامتر مربع، المتر مربع ما نديروش دول كامل، متر مربع، ديسيمتر مربع، والسنتيمتر مربع حنا عندنا هنا تقريبا. اذا نديرو بحال هكا، نقسمو هكا، ثم عندنا المربع نقسمو على جوج ياك. شحال عندنا؟ 50 مليمتر متر مربع، 50 نمشيو للوحدات نحطو 0.3، 0 نحطوه في الديكامتر، فين نحولوه للديسيمتر تنجمعو عند بعدا 0.8. ها ها الديسيمتر مربع هذا، اذا 8000. دابا ديال المكعب، ديال المكعب نحاول نديرو جدول ديال المكعب. ها هنا المكعب عندنا الديكامتر مكعب، الهيكتومتر مكعب، والمتر مكعب. نعم هنا نقسم المكعب، نقسمو على 3، على 3، على 3. شحال عندنا؟ 2.3 ديكامتر مكعب. هاد ديكامتر حطو هنا جوج الوحدات، فين نحولوها للهكتومتر؟ ها الهكتومتر. اذا 0.23، 23 نحولنا للهكتومتر، اللي هي طبعا جوج ديكامتر مربع الهكتومتر. نعم 0.023. لو بغينا نحولو للمتر مكعب عندنا الأصفار، نحيد هاد الفصيلة، عندنا 2300. نعم هنا شوفوا هاد التمرين هذا، قال لك سيدي خزان ماء على شكل مزود مستطيلات طول قاعدته 2.4 وعرضها 0.5 وارتفاعه هذا، واحسب حجم متوازي المستطيلات. الحجم ديالو هو الطول في العرض في الارتفاع، إذا طبقناه هنا هي 2.4 في 0.5 في 1.3. إذا نحسبوها 2.4 في 0.5 هي 1.2، بحال نضربو 1.2 في 1.3، نتوما حسبوها بشوية عليكم. 3 × 2 = 6، 3 × 2 = 6، 3 × 1 = 3، 1 × 2 = 2، 1 × 1 = 1، ونقوم بعملية الجمع. إذا جينا 1.56، 1.56 متر مكعب. نعم الا بغينا نحولوها للديسيمتر، معرفش علاش الجدول ديال الديسيمتر مكعب، يعني ها واحد في المتر والديسيمتر مكعب في 3، غيكون هنا غتكون هي 1560 ديسيمتر مكعب. خلينا التمرين الاخير. نعم طلبوا منا سيدي، قال لك هنا يمثل المخطط الاسفل عمارة اعمار منخرطي احدى الجمعيات الريادية. نعم اذا هنا هالاعمار 12 13 14 15 16 17، وها كل 12 عندنا 3 جوج ناس، هنا هنا عندنا 6 ناس، هنا 8، هنا 10، هنا 12، وهنا 4. ما هو عدد المخاطر في الجميع؟ غنجمعوهم، هذه 12 هنا غنديرو هي اللي تحت هي جوج، هنا جوج، شحال هنايا؟ زائد 6، شكون عندنا هنايا؟ 8 زائد 8، هنا شحال عندنا؟ زائد 10، زائد 10 زائد 12، وهنا شحال عندنا هنا؟ زائد 4. راه عطاونا فين نجاوبو. شوف زائد 8 6 8 8 8 16 16 26 26 38 42، إذا العدد هنا هو 42 منخرط. ما هو عدد منخرط أقل من 15؟ ها 15 أنا هما اللي قل، كاين هادو 8، كاين 8، كاين اللي أقل من 15 كاين 6، وأقل من 15 كاين 2، إذا يعني هي 16 منخرط. ما هو عدد المنخرطين الأكبر من 13؟ تكون من 13، ها 13 هنا، إذا هادو كاين 8، كاين 10، كاين 12، ثم كاين 4. إذا 18 + 12 = 34.
34 منخرط، كنتمنى تكون استفدتوا.